على منصه التتويج. بيدخل النادي الاهلي، بيدخل النادي الاهلي اصحاب البطوله، اصحاب الميداليه الذهبيه والبطوله رقم 24. المصري كابتن الفريق بيبص للجمهور في صاله الدكتور حسن مصطفى، وبيدخل على منصه التتويج. ابراهيم المصري، نبيل شريف، عمر كاستيلو، محمد مجدي. المصري مهندس خالد مرتجي سلم طبعا على اللاعبين. بطوله مهمه، عالم المحترفين. خيري ان شاء الله بنتمنى له الشفاء العاجل والرجوع الى الملاعب بعد اصابته في بطوله افريقيا الاخيره. خيري، محسن رمضان، مهندس خالد مرتجي، راضي، لاشين، محسن رمضان، حميد حارس المرمى بياخد الميداليه الذهبيه من دكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصري لكره اليد على منصه التتويج. عبد الرحمن طه، ياسر سيف، حميد، عبد الرحمن، عادل، سيسا افضل جناح شمال، بيسلم على الاستاذ محمد يحيى لطفي اللي بيسلموا الميداليه الذهبيه. قلت لحضراتكم من ايام كان في مراسم لتوقيع بطوله العالم للانديه، عندنا باذن الله ان شاء الله باذن الله في الايام القادمه باذن الله. وابطال القارات باذن الله، عمر يوري دكتور الفريق يتسامى الميداليه الذهبيه، ومحمد ابراهيم الميداليه الذهبيه ابنه بياخد الميداليه الذهبيه على منصه التتويج. دكتور القط المحلل الفني للنادي الاهلي، دافيد دافيز المدير الفني الاسباني. المركز الاول للنادي الاهلي، المركز الاول للنادي الاهلي في لقاء القطبين. النادي الاهلي بطل كاس مصر 8 مرات، بطل الدوري 23 مره، بطل كاس الاتحاد المصري لكره اليد 3 مرات، وصيف بطوله العالم للانديه 2007 في صاله النادي الاهلي. ابراهيم المصري، ابراهيم المصري، درع البطوله، درع البطوله. مهندس خالد مرتجي سعيد طبعا مع اللاعبين. كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد بيداعب كده اللاعبين. الدرع بيتسلم ابراهيم المصري الدرع من منصه التتويج من دكتور محمد الامين والاستاذ محمد يحيى لطفي والمهندس خالد مرتجي والكابتن عمرو صلاح امين الصندوق. وبيروح للاعبين عشان يحتفل بقى مع اللاعبين. مبروك النادي الاهلي، مبروك جمهور النادي الاهلي، مبروك مجلس اداره النادي الاهلي. درع المحترفين لكره اليد بعد مباريات رائعه ما بين القطبين في كره اليد المصريه. السعاده طبعا للاجاده وهي الافاده في النهايه، هي دي الحكايه. كره اليد بنحبها بجد، حماس اصرار كان في النادي الاهلي في المباراه الثالثه واللي قدر انه يفوز بالمباراه الثالثه. مبروك الجهاز الفني، مبروك كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز للنادي الاهلي، مبروك لاعبي النادي الاهلي. صوره تذكاريه للاعبي النادي الاهلي مع المهندس خالد مرتجي والجهاز الفني كابتن هاني خالد العوضي، فينو لوزار مدرب الحراس، محمد ابراهيم المدرب العام،
كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، استاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره، استاذ محمد الجرح عضو مجلس اداره. مبروك مبروك النادي الاهلي، الفرحه والسعاده بعد الاجابه. مبروك النادي الاهلي بطوله عالم المحترفين، مبروك اول بطوله بنظام البيست اوف 3 او الافضل من ثلاث لقاءات، مبروك لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني، عرض لك نادي الزمالك والحصول على المركز الثاني، مبروك نادي سبورتنج المركز الثالث والبنك الاهلي المركز الرابع، وبالتوفيق ان شاء الله في الايام القادمه في بطوله كاس مصر باذن الله اللي هنتابعها ان شاء الله، ويحسم الكاس احد انديه المحترفين بعد لقاء ثمين. ولكن دايما اقول ان النهائي للقطبين، نهائي لولاد مصر، هو ده اللي احنا بنشوفه بيلعبوا تقريبا، سواء اللي لعب دولي في المنتخب او اللي موجود في المنتخب، بيسيدوا هذا الامر وبيزيدونا حماس وقوه واصرار ان احنا نتابع كره اليد باستمرار. وهي هي الحكايه ما بتغيرش، ودايما اقولها في النهايه، حب المحروسه في القلوب مش ممكن يدوب. إلى أن ألقاكم في مباراة أخرى قادمة، تقبلوا تحياتي، كان معكم خالد خيري، إلى اللقاء.